حمو من بني ملال، مرحبا بك اخويا. سي مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سي سي حمو. مصطفى بخير؟ سي مصطفى الله الحمد لله، يرحمه، الله الله يحفظك سي يحفظك. حمو. بس يا اخويا بغيت تنبيه، اخويا سي مصطفى، بغيتي تبوح انا ليا انت ياك؟ اي انت اخر واحد حمو بغيتي تبوح، نعم انت اخر واحد بغيتي تبوح. اي هاي على واحد مرة. واه اخويا سي مصطفى، عندي في العمر 52 سنة. هذاك زوج في واحد مرة في عام 1992. تزوجتي هاي واسمحني يا مصطفى، عاون شوية، راه ما نعرف العربية بزاف، غير بغيت نعاود القصة ديالي، وما انا شوية ما نعرف، عاون شوية وتصبر معانا وسمحني بزاف. لما كاين باس، يصبر غير انا يستمر يقول الكلام كيقول. الله يرحم والدين. نزوج في 92، قبل ما نزوج تزوج واحد السيد، تولد هذاك واحد البنت، هذاك البنت ما فهمتش عنده في شي عامين شكون باش نزوج، هذاك مو ديال بنت ياك، ما سمع، ما فهمت والو. تسي حمو اسمح لي والله ما فهمت شي هذاك حاجة. المرة اللي نزوج تولد هذاك واحد البنت واحد مع واحد السيد، طلق. دابا اصبر عليا، اصبر عليا، اصبر عليا، الله يعطيك الخير، اصبر عليا. قلت لكم كتدوي بشي لغة ما كنفهمهاش انا الصراحة، ما نكذبش عليكم. مرحبا سي قول لي مصطفى، اصبر الله عليا باش نفهم. الله يرحم ليك الوالدين. دابا انت واش هاد المرة ديالك اللي تزوجت بها كانت والدة قبل؟ والدك واحد البنت قبل باش ما قبل ما نزوج، تزوج بها انت؟ باش ما نزوج تولد البنت واحد الشيء. ربي يقولوا لي واش فهمتوا شي جملة مفيدة في هادشي اللي تيقول هاد السيد. والله ما فهمت. انا غنسولك سؤال، الله يرحم لك الوالدين، وغادي تقول لي يا اه يا لا. واش هاد المرأة قبل ما تزوج بها انت كانت مزوجة؟ أيه صافي. ومن تزوجات طلقات بنت؟ أيه الله يرحم والدي، يلا أنت فهمتني. ايوه هذاك تتوز عندي شي محرة، تتوز عندي شي شهرين، تتفكي واحد النهار، قول ودي ماله، قال لي ودي تروح شني هذاك البنت ديالي، هذاك البنت تخليها عند أمه، عند مو امها. ديالو، مو ديالو، ديال المرأة. ايوه قال ودي ما كاين مشكل، سير جيب هذاك البنت ديالكم، سير انت انت سير انت جيبو. انت انت عاود تاني عاود نسولك سؤال وقول لي اه يا لا، لانه محتاج نقول لك هذه القضيه بهذه الطريقه. ويسمح لي الله يرحم لك. دابا انت يا مني هي كانت تخلي بنتها عند امها، ولات قالت لك انا بغيت بنتي تعيش معايا؟ قالت خصها نجيب بنت تتعيش معانا، نقول ودي ما كاين مشكل، جيبها. ايوه تجيب هذاك البنت، تنربى شويه، تنربى هذاك البنت، تتكبر بنت شويه، تتقول لي بابا. بدات كبرت عليك هذاك تتكبر واللي عن فات. تتكبر عندي، تتقول لي بابا. اييه. ومني جبتيها عندك انت شحال كان عندها في العمر؟ من جبتيها تعيش مع مني جبتيها تعيش معاك ومع امك، مع امها زعما، لحظه اسمح لي، شحال كان عندها من عام البنت؟ عامين، ايوه عنده عامين، اي عندها عامين. عند عامين، الله يرحم والدي. تتوزر المرأة عندي شي عامين اخر، تتولد واحد الدري. كيفاش؟ راه هذاك المرأة تتوز عندي عامين من لور في الزواج. اي من دوزتو عامين ولدت لك ولد؟ اييه الله يرحم والدي، نعاون شويه، الله يرحم والدينا سي مصطفى، ايوا واش غادي ندير، هذا قضاري، زيدوك انا سيدي. الله يرحم والدي. اه دابا هذاك ما يعملوش، هذاك الدريه تنربى، هذاك با ديال الدريه ما يسال عليه، ما ينفق عليه، هذاك الدري تيكبر عنده 21 سنه دابا، واش البنت ولا ما فهمت والو هاتين. والدري ديالي، الدري ديالي كيفاش هو ولدك؟ هو كيفاش ما شكون اللي بغى ينفق عليه؟ انت اللي بغيتي تنفق عليه. لا لا لا، هذاك البنت وكاين عنده با، وطلق هذاك مرا عند واحد السيد، وتدي هذاك الدريه
عرفتي اش مصطفى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شي مصطفى؟ سمعتك أود السي حمو، سمعتك أخويا. قلتي لي الولد وقلتي لي ما عرفت، قلتي لي الأه، قلتي لي البنت. سمح لي أود السي حمو، قلتي لي البنت أسيدي باها ما كينفقش عليها وبقات عايشة معاك حتى دات 21 عام ياك. الله يرحم والدين. واه يا الله سيدي. أها دابا عندي واحد الدري أها راك ما يحملو هذاك البنت، قال لي هذاك البنت ماشي ديالنا، اش غادي دير هنا، اش كدير هنا، ما يحملوش كاع.